السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوان الكرام، مرحبا بكم في قناة أحلى البلاد. فيديو جديد ومحتوى جديد إن شاء الله. هذا الفيديو ما كنتش بنديره اليوم، ولكن قلت علاش ما نديروش، نديرو ونشارك معكم أجواء ديال الطبيعة اليوم، الغمام والشميشة، واحد الجو رائع جدا. لذلك بقوا معايا تفرجوا في الفيديو وتشوفوا بعض اللقطات من البادية. كما كتشوفوا اخواني اخواتي في الله، شوفوا هاد الاجواء كي دايره. شوفوا سبحان الله العظيم، اجواء رائعه جدا. السبول صافي راك عمار، نتمنى تكونوا في ديوركم بخير وعلى خير بعدا، والتزموا ديوركم. راه ان شاء الله دابا يفوت هذا الوباء ويبقى عباره عن حكايه اخواني اخواتي في الله. لكل بداية نهاية إن شاء الله. هذا الوباء دابا تكون النهاية ديالو في الشهر إن شاء الله، ونعود للطبيعة ديال العمل ديالنا. نتمنى كورونا يكون دارنا درس. كورونا شحال واحد ما كانش عارف اشنو خاص دارو، واشنو خص الابناء ديالو والزوجة ديالو والاباء ديالو. دابا غادي يعرف شنو محتاجين وشنو كان ناقصهم، ونتمنى يعوض عليهم داك الحنان اللي كانوا فاقدينو شحال هادي. الاجواء كما كتشوفوا هي هادي. هاد الزاوية
رائعة جدا، طبيعة خلابة بدون منازع. المناخ اللي عندنا في المغرب ما كاينش تقريبا في دول اخرى، فعندنا عدة، عندنا مناخ متوسطي ومناخ صحراوي. قليل الدول اللي تطلق فيها جوج المناخات. نتمنى تكون عجبتكم الأجواء، فيديو خفيف ظريف. أجواء رائعة جدا تستحق بنادم يخرج ليها، ولكن لهاد الظروف ديال الحجر الصحي، ما الصحة قبل ما كل شيء. نوريكم بعض المساكن، الناس فين ساكنين. جبال رائعة، شوف الناس فين ساكنة. بعض الأحيان تختار بنادم الهدوء، تهرب الهدوء وكيشري الهدوء أيضا باش يلقى غير راحة بالو. وعلى هذا المنظر الرائع جدا جدا. سفرة.